عشيت عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يعود علينا وعلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بالخير والهنا. في وزارة النقل قد ضبطت برنامج، تعرفوا العائلات يتنقلوا، الخدامة يتنقلوا من العاصمة إلى سمسيلت إلى كل مناطق الوطن إلى الجنوب الكبير. إذن كل الطواقم تاع الإدارة المركزية ومصلحة التفتيش تاع الوزارة اليوم راهم في بجاية، في وهران، في تبسة، في منتشرين حسب الإمكانيات في المطارات، في محطات البرية، على مستوى محطات القطار، حتى يوقفوا على الرزنامة اللي أضبطناها من اليوم، مش نهار العيد، لأن يعني الناس بدأت تروح من اليوم، من البارح بالك نقدر نقول من البارح، وتتكثف إن شاء الله العملية نهار العيد حتى نضمن الناس التنقل كذلك. وهذا تبقى لتوجيهات تاع الحكومة اللي تبقى دائما محور الخدماتية، تحسين الخدمة من المحاور الأساسية في برنامجها.